مسيه سنتين. سنتين ويوسف كان متخيل ان رئيس السقاة هيكلم فرعون عنه ويطلعه من المكان اللي هو فيه. تعالوا مع بعض كده ننهي الرحلة الجميلة اللي كنا مع بعض فيها مع يوسف الصديق. يوسف بعد ما هرب من مرات فوتيفار وساب التوب بتاعه زي ما اتفقنا في الحلقة السابقة من دي، واتسجن بسبب انه مرات فوتيفار عملت قصة خيالية غير واقعية ومكرت فيها وقالت لجوزها ده هو كان عايز يعتدي عليا، وانا لما كنت عايز امسكه علشان اللي بيعمله معايا فهو هرب وساب التوب جنبي، ويعني حبكت القصة بالطريقة اللي هي عايزها. يوسف اتسجن، حتى وهو في السجن كان شخص أمين، حتى وهو في السجن الراجل السجان اللي مسؤول عنهم ساب له كل حاجة في السجن وساب له أمر السجن بالكامل لأنه كان شخص أمين فعلا زي ما قال الكتاب: كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. الأمين في القليل فعلا أمين في الكثير. بعد فترة فرعون سخط على 2 من اللي شغالين عنده، رئيس السقاة ورئيس الخبازين، وسجنهم وكان السجن بتاعهم مع يوسف. بعد فترة حلموا حلم، كل واحد حلم وكانوا متضايقين، ويوسف كده تخيلوا وسط السجن عايل هم فرحة الناس اللي قاعدين في السجن، أهم حاجة الناس اللي معاه يكونوا فرحانين. فأول ما شافوا مكتئبين كده قال لهم: مال يعني وشكوا كده مكتئب وفيه كآبة ومتضايقين؟ فقالوا له: احنا حلمنا حلم، حكوله عن الحلم ده، وفسر لهم الحلم. ورئيس السقاة هو بناء على تفسير الحلم بتاع يوسف اللي ربنا بعته له، ان ربنا اداله حياة واداله فرصة تانية في عين فرعون، وعلق رئيس الخبازين وقطع راسه. بنفس التفسير اللي قاله يوسف هو اللي حصل في الحقيقة فعلا. فيوسف قال لرئيس السقاة قبل ما يطلع من السجن، قال له: يعني أمان عليك اعمل معروف فيا، انا هنا اتسرقت من العبرانيين، ويعني واتبعت عبد واتحطيت في المكان ده وانا مظلوم، ممكن لو سمحت لما تقف قدام فرعون تفتكرني؟ ممكن تذكرني قدام فرعون؟ يوسف كان عنده ضعف في اللحظة دي، انه بدأ يفقد رجاءه في ربنا، ودي كانت حاجة مش حلوة في حياة يوسف. هو طبعا للأمانة كان في موقف صعب جدا، ولكن فقد رجاءه بربنا بالرغم من ان ربنا ما سابهوش ولا سبب له ولا حتى سمح انه يتسبب في اي إساءة لجسده او الإساءة حتى من الناس اللي حواليه. لكن تخيلوا معايا، بعد ما فرعون رفع راس رئيس السقايين اللي عنده رئيس السقاة واداله حياة تانية واداله عقد جديد يشتغل تاني معاه، الراجل ده بقى نسي يوسف اللي هو رئيس السقاة، نسي، تخيلوا كام؟ نسي سنتين. سنتين ويوسف كان متخيل ان رئيس السقاة هيكلم فرعون عنه ويطلعه من المكان اللي هو فيه. ولأنه بدأ يفقد رجاءه بربنا وبدأ يفكر بطريقة بشرية أنه يطلع من السجن، فربنا سمح أن رئيس السقاة ينسى يوسف سنتين، لغاية ما فرعون حلم حلمين والحلمين شبه بعض. أول حلم حلمه أنه هو لقى سنابل حقل جميلة وكلها فيها بذور جميلة وقمح جميل، ولقى سنابل هزيلة، السنابل الهزيلة أكلت السنابل اللي كانت جميلة. وحلم تاني لما رأى بقرات سمينة وجميلة وحلوة طالعة من النهر، بص لقى فيه بقرات هزيلة وضعيفة وما فيهاش لحم، أكلت البقرات السمينة والحلوة، وكان العدد 7 في كل الأحلام بتاعت فرعون. فرعون بدأ يضطرب من الأحلام بتاعته وطلب من الحكمة والناس العرافين اللي عنده يفسروا له الحلم، لكن للأسف ولا واحد عرف يفسر الحلم. هنا افتكر رئيس السقاة يوسف وقال لفرعون، قال له: أنا نسيت إن أنا لما أنت يا مولاي سخطت عليا وحطيتني في السجن كان في عبد عبراني اسمه يوسف، هو اللي فسر لنا الأحلام بتاعتي أنا ورئيس الخبازين، وللأمانة اللي قالوا اتحقق فعلا وقف قدام فرعون. يوسف طلعوه من السجن وحلق شعره ولبسوه بقى وأبدلوا الثياب بتاعته، وقف قدام
فرعون. وفرعون بدأ يسمع التفسير بتاع يوسف. يوسف أول حاجة عملها مع فرعون بعد ما سمع فرعون وهو بيحكي الأحلام بتاعته، قال له مش أنا اللي هفسر، لكن ربنا هو اللي هيفسر، ربنا هيحط كلام على فمي، اللي هيقوله ربنا هو اللي هيتنفس فعلا. وقال له إن هيبقى فيه 7 سنين كلها خير وكلها فرح في الأرض وأثمار جميلة، و7 سنين وراها كلها جوع ومجاعة شديدة. واقترح على فرعون بأنه لازم يوكل واحد يكون حكيم في التصرف، أنه يخزن حبوب كتيرة ل7 سنين والجوع اللي بعد كده. فعلا فرعون اختار يوسف يكون هو الوكيل الأمين وبقى الرجل الثاني. على رأي البابا شنود قال كده، لما هتكون أمين في بيت فوتيفار ربنا حيقيمك أمين في بيت فرعون، يعني حيطلعك لمستوى عالي جدا بسبب الأمانة بتاعتك. يوسف فعلا فضل أمين للنهاية وبدأ يبيع الحبوب لما بدأت المجاعة، وزي ما عارفين إخواته بدأت المجاعة في الأرض بتاعتهم، فأبوهم يعقوب بعتهم ليوسف، بعتهم لمصر يعني، وقتها ما كانوش يعرفوا أن يوسف حي، وقال لهم هاتولنا بقى حبوب وهاتولنا أكل، إحنا داخلين في مجاعة. أول ما دخلوا عليه يوسف عرفهم، برغم أن يوسف عرفهم لكن ما افتكرش الإساءة بناء على أنه حينتقم منهم. بقى هو صحيح افتكر إخواته وافتكر اللي عملوه فيه، لكن افتكر أني ربنا هو اللي بعته للمكان ده، ربنا اللي حطه في المكان ده، لغاية ما بدأ يظهر لهم حقيقته. وكان بيسأل على أبوه عايش ولا لا، وكان بيحب بنيامين أخوه اللي جه من رحيل مامته، وكان بيحب أبوه جدا وسأل على أبوه. ولما عرف أن أبوه عايش يقول الكتاب كده بعد بقى يعني خيول ومركبات مليانة خيرات من أرض مصر ليعقوب. أول ما يعقوب شاف الخيرات دي كلها والجمال الحاجات الجميلة اللي بعتها يوسف، يقول فانتعشت روح يعقوب، انتعشت روح إسرائيل، يعني عاش من جديد كده، حس أني الحياة بدأت تبدأ من جديد بحياة جميلة. أول ما تقابل مع يوسف يقول الكتاب وتعانقا زمانا، يعني قعدوا في حضن بعض وهم بيبكوا وقت طويل جدا 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 جدا. عايز أقول لكم على حاجة تاخدوا بالكم منها، إخوات يوسف كانوا عايشين على خير يوسف في أرض مصر في حتة اسمها جاسان، اختارها فرعون ليوسف وإخواته، أو لإخوات يوسف عشان يعيشوا فيها. كانوا عايشين على خير يوسف وكانوا متأكدين خلاص أن يوسف مش هينتقم منهم علشان أبوهم عايش. أول ما مات يعقوب وأول ما دفنوا يعقوب في مغارة المكفيلة حسب وصيته ليوسف ابنه، يقول الكتاب كده راحوا ليوسف وقالوا له يعني أبوك وصى أني قبل ما يموت أنك يعني اصفح عن ذنب عبيدك، يعني احنا خلاص احنا عارفين ان احنا غلطانين، عارفين الغلط اللي احنا عملناه ده، فلو سمحت سامحنا على اللي احنا عملناه. اللي عجبني بقى في قصة يوسف، ودي اخر حاجة نفسي اقولها لكم في شخصية يوسف، يقول الكتاب كده بكى يوسف حين كلموا. يوسف استغرب ازاي اخواته بيفكروا فيه كده، وقال لهم ربنا بعتني هنا لاستبقاء حياة، مش انتوا السبب، اذا كان ربنا عمل كده فحول الشر بتاعكم لخير، حول المكيدة بتاعتكم لاستبقاء حياة لمصر. يمكن ما كانش هيحصل الموقف الجميل ده لولا الشر اللي انتم بدأتوه، ربنا حول الشر لخير، ربنا خد الشر بتاعكم ده، أنتم قصدتم لي شرا والرب قصد به خيرا. عارفين به دي عايدة على مين؟ على الشر مش على إخواته، يعني حتى ما طلعش إخواته غلطانين. وبكى لما شاف وسمع وعرف ان اخواته بيفكروا فيه ان هو هينتقم منهم، بقى بعد كل العز اللي انا فيه، بقى بعد كل الامانه اللي انا كنت بعيشها مع ربنا في حياتي الاجتماعيه ومع الناس واللي حواليا، ربنا كفأني بكل المكافآت والمجازات الجميله دي، هفتكر ان انا انتقم منكم؟ زعل جدا من كده. عشان كده عاوزين نتعلم ان شخصيه يوسف ترمز للمسيح. اخوات يوسف احنا، ياما ياما جلبنا المسيح
بشتايم وبنظرات وبحلفان وبكذب وبخطايا إباحية كتيرة، لكن ما زال ربنا بيفكر فينا، ما زال ربنا بيحبنا، ما زال ربنا منتظر رجوعنا ليه. وأول ما تقعد تقول لربنا يا رب أنا مش عارف إزاي أنت بتسامحني بالرغم من كل ده، تلاقي ربنا يستغرب، إيه ده؟ زي ما عمل يوسف وبكى، إزاي أنا أفكر فيك كده؟ ده أنت ابني، حتى لو جاييني من كورة بعيدة زي الابن الضال، وأنت بلبسك بنفس الوحاشة اللي فيك أنا هاخدك بالحضن، بنفس قذارة الخطية اللي فيك أنا باخدك بالحضن لأني بحبك، أنا عايزك يلا جاهد إنك تقلل الخطية لغاية ما تبطلها.